كل شيء يقوم فيه المستخدم داخل الصفحة، من ضغط، من إمرار مؤشر الماوس إلى آخره، هذا كله يعتبر حدث events. إذا لما تجي تدرس الـ events داخل الجافا سكريبت، لا تلاحظ أنه فيها نوع من الصعوبة، لكنه لما تجي تاخذها داخل مكتبة الجيكوير راح تلاحظها أنه جدا بسيطة. فيمكن أنه نتعامل مع الأحداث داخل الجيكويري، جميع الأحداث، حدث الضغط، الدبل كليك، الماوس داون، ماوس أب، الأوفر، أي شيء، أي حدث يتخيل في بالك هو موجود داخل الجيكويري. فخلينا نطبق على مثال بسيط إنه كيف نستخدم الأحداث داخل الجيكويري. فعندنا هذا هيد اللي هو كما في المثال السابق اختيار في الجيكويري، فخلينا نطبق عليه حدث، على سبيل المثال حدث الضغط. فنعمل سيليكيت لهذا الـ element عن طريق الـ ID، لأن احنا معطينا ID، اوكي، ومعطينا كلاس. هذا كيفك يعني، تريد عن طريق الكلاس، تريد عن طريق الـ element. وخلينا انه ننتقل الى الاحداث. فقلنا انه عندنا مجموعة من الاحداث، على سبيل المثال راح اخذ حدث الكليك، فنختار الكليك. كل حدث هنا لازم يكون داخله ايش؟ داخله function، فراح نعطيه ايش؟ فراح نعطيه هذه الـ function. نفتح اقواس الـ function، بعد ذلك نفتح الأقواس البلوك الخاص بهذا الفاكشن. إذا جميع شيء كتبه داخل هذا البلوك، داخل هذا الحدث، داخل الفاكشن، فراح يتنفذ ضمن هذا الحدث. فعلى سبيل المثال إنه أردنا إيش، نخفي هذه الألمات، فراح نقول له this dot hide، فراح طبيعة الحال راح يخفينا هذه الألمات، لأن this هي تعتبر عندنا هذا الألمات بطبيعة الحال. نذهب إلى live ولاحظ لما اضغط على الاختيار في الجي كيو راح تختفي عندنا الجي كيو. خلينا نطبق على غير مثال، على سبيل المثال راح نعرض المستخدم اليرت. هاي الاليرت فيها نص معين او شيء معين انت تريده اثناء الحدث، على سبيل المثال يو كليكت مي. فلما المستخدم الان لما يضغط على الاختيار في الجي كيو، راح لابد انه يظهر له هذا الاليرت حسب الحدث اللي احنا صغناه. طيب اكو احداث اخرى، على سبيل المثال نجعل عندنا دبل كليك، حدث الدبل كليك بنفس المثال السابق. الان لما نضغط مرتين فراح يظهر لنا ايضا الار. على سبيل المثال ناخذ الحدث الخاص بالاوفر، وهذا كثيرا ما يستخدم، اوكي، في داخل الصفحه لما نيجي على مؤشر الماوس. لاحظ الان اصبح عندنا حدث الاوفر، لاحظ جود. ف خلينا نتعدى الصفحة، سوري جود. فهذا بالنسبة للأحداث، عندنا مجموعة من الأحداث، مثلا على سبيل المثال الماوس أوفر، الماوس داون، كل هذه الأحداث يمكن أن تطبقها ببساطة، أنه مباشرة تكتب الحدث، تكتب الفاكشن، وشنو الأكواد اللي أنت تريد تطبقها تكتبها داخل الفاكشن.